خلينا نرجع بقى لابطالنا، رابع العالم في كره اليد 2004. اروح ارحب طبعا باحسن وينج ليفت في البطوله ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، بلال ابراهيم. اهلا بيك يا بلال. ازي حضرتك، عامل ايه؟ مبروك على وجه حضرتك على الرابع، ومبروك على احسن وينج ليفت في البطوله. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. برحب طبعا بنجم الفريق ورابع العالم ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر معاذ عزب. اهلا بيك يا معاذ، ومبروك على الرابع والاداء الرائع اللي انت عملته في بطوله العالم. الله يبارك فيك، نورتنا وشرفتنا. خلينا اجي لك يا بلال، يمكن اكيد نبتدي بطوله افريقيا. اداء كان كويس جدا في رواندا، فزنا في كيجالي العاصمه، في صاله كيجالي الرواندية، بعد صاله ممتلئه بالجماهير. كلمني عن المباراه دي، وكلمني تاني يوم عملتوا ايه. احنا لعبنا رواندا في المجموعه، وماتش يعني كسبنا فرق كبير، بس ما كانش الاداء ما كانش كويس. فلما وصلنا الفاينل كنا اللي هو بالنسبه لنا دافع اول افريقيا لينا في حياتنا برضو، يعني فده دافع، وان احنا برضو ان احنا نحسن النتيجه. اخذنا الحمد لله كسبنا الماتش، مع ان كان الجمهور كانت الصاله فيها مقفوله علينا. ورئيس الجمهوريه بتاع بيحضر الماتش، حضر الماتش لما كنت انا بلعب، كان بيجي يعني. ايوه حضر. وبعد ما كسبنا الماتش على طول الساعة بعد واحنا بنحتفل كده كلنا بقى ومش عارف ايه، لقينا ان احنا عندنا تمرين تاني يوم الصبح. كابتن وائل قال لكم تمرين تاني يوم الصبح؟ لا، كان كابتن مجدي. كابتن مجدي، ابو المجد. كابتن مجدي ابو المجد قال لكم تاني يوم؟ تاني يوم الساعة 9 الصبح كان في تمرين. نعم. ان احنا كان مش هدفكم افريقيا؟ مش هدفنا افريقيا، ان احنا بنلعب اسمه ايه ده؟ لكاس عالم، ذهبية كاس عالم. لا تعالى، انا عايز اقف هنا بقى. اولا التمرين مش هيضيف لك فني، انت راجل كسب البطوله. أيوة. التمرين هدف ورساله. رساله بالظبط يا اولاد، احنا مش جايين اصلا لافريقيا، احنا جايين عشان كاس العالم. عشان كده كان في روح مش طبيعيه في كاس العالم، ان انت جاي رابو. بطل برافو برافو، الروح دي كنا مفتقدينها. صدق دي. أيوة. حاجه اول مره في تاريخ المهني ده كاعلامي اشوف منتخب بيكسب بطوله وتاني يوم بيعمل تمرين. بالظبط، ما سمعتهاش قبل كده. أيوة. وده يمكن اللي اداكم الروح ده، واللي خلاكم تادوا بالاداء ده فعلا. طب معاذ اجي لك، يمكن البطوله دي كان فيها ثلاث مباريات يعني حاسمين، وطبعا من السيجمنت الاول انا يمكن عرفتها ايسلندا، عندنا كرواتيا، عندنا مباراه فارو. يمكن ثلاث مباريات دول كانوا مباريات مأزمه جدا. ناخد مباراه ايسلندا في المجموعه الاول، كان ظروفها ايه؟ هي كانت المباراه، احنا بدانا المباراه بدانا كان في دروب في اول المباراه. فاحنا الدروب دوت احنا يعتبر ما فوقناش فيه غير في اخر خمس دقائق في الشوط الاولاني. كان الفرق وصل كام؟ الفرق وصل لـ8. يا نهار ابيض. بس يعني قدرنا نرجع شويه، وصل لـ5 بعد ما الشوط الاول خلص. طبعا بس كتير برضو، 5 هو طبعا كتير. بتلعب كاس عالم مع فرق مش صغيره، وكان كمان ده ماتش يعني هيصعد، هي خلاص هنصعد مجموعه. يعني هنصعد خلاص. ايه اللي حصل بقى في التاني؟ فطبعا احنا يعني اولا طبعا كابتن وائل ادانا طبعا يعني زي الكلمتين كده اللي هو ايه، لا الدش اللي بناخده. ايوه ايوه ده معروف. ايوه بالظبط، ده اسمه كده، اسمه دش. ايوه هو اسمه زي فوائلنا، وانتوا ما ينفعش انتوا مش جايين عشان يعني. بس احنا كنا لعبنا ماتشين قبليها. كنا لاعبين ماتشين اليابان والتشيك، وكنا زي الفل وكسبنا كتير. كمان التشيك كسبت ايسلندا، فده كان ماتش صعب بتاعهم. اوبا، يعني اللي يكسب في الماتش ده يصعد، وقلبت اكنها كاس او اللي هو ماتش نوك اوت. نهار ابيض. بالظبط. فطبعا يعني احنا قعدنا نتكلم مع بعض، يعني احنا قعدنا بعد ما كابتن خلص قعدنا في الاوضه مع بعض واتكلمنا وكده، واللي هو لا لازم نشد حيلنا وكده. مين كابتن فريقكم؟ كان احمد طغيان. بيلعب في نادي الجيش. لعب نادي الجيش، تمام. فطبعا احنا نزلنا، كنت انا طبعا يعني بدات الشوط الثاني ونهيت الماتش. لعبت الاول انت اخر الثاني اخر الاول اخر الاول في اخر خمس دقائق، وبدات الثاني وخلصت. تمام. الماتش كله طبعا كان طبعا الماتش كان صعب يعني. طبعا. كان عوضنا واحده واحده ولا عوضنا مره واحده؟ لا واحده واحده واحده. واحده قوي. احنا يعتبر وصلنا خلاص، اللي احنا فرقنا الفرق 3، كان فاضل 5 دقائق على الماتش ويخلص. يعني انتوا قعدتوا تعوضوا 25 دقيقة؟ قعدنا بنعوض وكده وندافع، يجي فينا جون نحس ان احنا لا احنا المفروض ندوس اكتر وكده. يعني كانت الدنيا كانت مش ماشيه اللي هو انت لعيب دايره. هجوم ولا دفاع؟ يعني بتتهاجم اكتر في الدايره ولا بتدافع اكتر زي ابراهيم ولا زي عادل عندنا؟ لا هو يعني انا مش بدافع بس ومش بهاجم بس. انا بقى يعني الاثنين. ممتاز، ده حلوه جدا حلوه جدا. فاكر حطيت كام هدف ولا مش فاكر في الماتش؟ انا فاكر في ماتش ايسلندا دوت انا حاطط 5 اهداف بس يعني في الشوط الثاني. ما ده هم اللي عملوا التعويض. طيب هنروح بقى كده على ماتش الفارو، حكى اتكلم عنه يمكن صلاح قبل الفاصل. هنتكلم بقى على ماتش كرواتيا شويه. طب فارو انت كنت في الملعب يعني لعبت فترات؟ هو انا كنت موجود في الملعب في اخر دقيقه ونص، يعني انا اللي كنت سبب في البلن في اللي هي اللي هي قبل الاخيره، يعني الكره قبل الاخيره بالظبط، اللي هو الهدف اللي جاب الفرق، خلى الفرق واحد. ايوه اللي خلى الفرق واحد. انا كنت سبب في البلن في ضربه الجزاء ديت يعني. ما شاء الله. طب وانتوا انا لقيت فجاه الفرقه بتضغط، هل انتوا كنتوا لعيبه اتفقتوا ولا كابتن وائل قال لكم اضغطوا في الكورت؟ يعني كان فاضل دقيقه ونص، انتوا اللي خدتوا القرار في الملعب ان انتوا تروحوا تقابلوا الفرقه من البدايه ولا ايه اللي حصل؟ احنا شفنا ان انتوا ضاغطين قوي
هو يعني الكابتن وائل اتكلم في حاجه زي ديت، بس هو طبيعي ان احنا يعني تضغط خلاص خلاص احنا خسرانين واحنا اللي هو ايه مش باين على حاجه. ما انت لو استنيت هيضيع الدقيقه ونص. ايوه بالظبط كده. احنا مش باين على حاجه، فانت بتضغط وانت عايز تاخد الكره باي طريقه. بس الماتش كان صعب قوي. هو الماتش كان صعب والحمد لله يعني اخر دقيقه ونص يعني كان ليك دور. الله كلكم كان ليكوا دور الحقيقه. طب قول